بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إننا في هذه الأيام نواجه وباء يسمى كورونا، وقد اجتاح العالم هذا الوباء وذهبت فيه أنفس كثيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك كله بقضاء الله وقدره، وهو سبحانه وتعالى حليم حكيم فيما يقدر على عباده. فقد كان من الشعوب كان منهم مواجهات سيئة بما يفعلون من السياسات المحرمة، والله جل وعلا بالمرصاد لكل من طغى وتجبر وتكبر. والواجب على المسلمين مواجهة هذا الوباء بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بالتوبة والاستغفار ورد المظالم إلى المظلومين، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، كما ذكر ذلك أهل العلم. فالأمر خطير جدا ولا يدفع إلا بالدعاء الصادق لله جل وعلا أن يرفعه عن العباد، لأنه هو القادر على رفعه كما هو القادر على إنزاله. وواجبنا، واجب المسلمين عموما، بل واجب الخلق الرجوع إلى الله عز وجل والإكثار من الدعاء لرفع هذا الوباء، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل هذه المصائب، وإذا تضرع العباد إلى الله جل وعلا وطلبوا منه رفعه فهو القادر على رفعه سبحانه وتعالى. الواجب على جميع الناس الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا الذين أصيبوا بهذه المصيبة، والمصيبة عامة. إذن فالواجب على عموم الخلق أن يدعو الله بأن يكشف ما بهم، وأن يتضرعوا إليه
سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. واجبنا واجب الخلق عموما التضرع إلى الله لكشف هذا البلاء وهذا الوباء، فإن الله جل وعلا هو القادر على رفعه ودفعه، لأنه هو الذي أنزله وهو القادر على رفعه ودفعه عن الخلق. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حتى الكافر إذا تضرع إلى الله لكشف البلاء عنه وعن غيره فإن الله يجيب دعاءه، لأن الله جل وعلا وعد بذلك وهو لا يخلف وعده. والشكر في هذا إلى رجال الأمن الذين يدافعون هذا الوباء، وكذلك المسلمون وبالأخص مؤذن المساجد، لأن يدعو الله في بعد النداء يدعون الله جل وعلا لأن يكشف ما بهم وبغيرهم. وكذلك رجال الصحة فإنهم مشكورون على ما يبذلونه من العلاج الطبي الذي أقدرهم الله عليه، فإذا تضافرت هذه الجهات وكل قام بما يخصه فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، والخلق بحاجة إلى التضرع إلى الله من الجميع في أن يرفع هذا الوباء عاجلا غير آجل، لأنه هو الذي أنزله وهو القادر على رفعه ودفعه وهو قريب مجيب يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهؤلاء الجهات رجال الأمن ثم مؤذني المساجد أو مؤذن المساجد كذلك رجال الطب والعلاج، كل يقوم بما يختص به وبما يقدر عليه، لأن هذا
نازلة عامة، والله جل وعلا قادر على رفعها عن العباد، لأنه سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة المضطر إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الواجب على كل إنسان أن يشارك في مجهوده الذي يحسنه، فإذا تضافرت الجهود فهذا سبب من الأسباب العظيمة لدفع البلاء. والله جل وعلا إذا أراد بالأسباب أن تنفع نفعت، وكل مكلف بأن يقوم بما يستطيع من التضرع إلى الله والدعاء والإحسان إلى الناس وبذل المعروف، كل ذلك من الأسباب النافعة بإذن الله. والله جل وعلا رحيم بعباده، لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فإذن يجب علينا جميعا أن نلجأ إلى الله بالدعاء وبذل الأسباب النافعة، فإن الدعاء من غير بذل للأسباب النافعة لا يكون فيه فائدة. وكذلك الأطباء إذا لم يخلصوا في أداء مهمتهم فإنه لا فائدة من التشكي، وكل عليه عبء ثقيل يقوم به، تتضافر الجهود وتلتقي المقاصد. والله رحيم بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما أنزل، وأن يبدل هذه الحالة، حالة الوباء، بحالة الشفاء، وأن يبدل الضيق الذي أصاب الناس بالفرج العاجل، فهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر عباده بهذا. فعلى كل حال، فأولئك الذين بذلوا مجهودات في رفع هذا الوباء لهم شكر على قدر ما بذلوا وما قاموا به، لأنها جهود عظيمة وفي وقتها. نسأل الله جل وعلا أن يرفع ما نزل من هذا الوباء
آجلا غير آجل، وأن يبدله بالصحة والأمن والاستقرار، إنه قريب مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.